يقول بما أن المسكرات نجسة وبعض الأدوية والعطور فيها كحول، فهل إذا رش الإنسان العطور يعتبر نجسا أو أخذ الأدوية تحتوي على الكحول؟ نعم، هنا نرجع إلى هل الكحول التي في العطورات هي الكحول التي في الخمر؟ الذي يعرفه أنها تختلف تماما، تختلف تماما عنها. ثم القول الثاني وهو أن الأكثر مو أكثر بعض أهل العلم يرى أن الخمر ليست نجسة، الكحول ليست نجسة، هذا قول المذهب، ولكن القول الثاني أنها ليست بنجسة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الخمر ليست نجسة. وذلك لما أمر النبي أو لما نزل تحريم الخمر الصحابة يعني كسروا الجرار وسالت الخمور في المدينة، ولو كانت نجاسات كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الخمر ليست نجسة العين، لكنها النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية، والله أعلم.